لبثنا فيها رقبا لا يدور فيها بردا ولا شربا إلا حيلا وغسلا تزارا وفرا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاسعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتاك حديث موسى إذ أتاه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأعرض الآية الكبرى وكذب رسولها أدبر يسعى فحسر وكذب فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكانا الأخرة والأولى إن في ذلك العهد وكل من يخشى أأنتم أشد خلقا عن السماء وهو يخشى فأضعنت لها كلا
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى
أليم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليك حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء وحبت إلى الأرض مدت وألوت ما فيها وتحلت وأدمت ربها وحبت يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كدها فملاقيه وأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينظر إلى أبيه مسرورا وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يعجل ثقوبا ويشرى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وللذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يقول فبشره بعذاب أليم إن الذين عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشمس ومشهود الأنقود الأشحال الأندود المال ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقولهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يهدي ويعين هو الغفور الودود ذو العرس المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وبالأرض ورائهم محيط بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء لما علي حافظ فاليوم الإنسان يبقى خلق من ماء دافئ يخرج من بين الشرب والغرائب إنه على رجعه قال يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا شر والسماء ذات الرج والأرض الشرد إنه لقول فصل ما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن ومهل للكافرين أعهدهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقلك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى شهد الذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يشرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد ألهم تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وآخرة
الغاسية وجوه يومئذ خاشية عاملة أشبه تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها تطمع في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها جنة فيها سرور مرفوعة وأقوال موضوعة وأرواح مشفوفة وسرابي مبثوثة فلا ينظرون إليك لكيف خلقت إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نشبت وإلى الأرض كيف شرحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمشيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إليك بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والسفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك بشر لذي حجر لم ترى كيف مع ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الشخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فشب عليهم ربك شر وعذاب إن ربك لبل برشاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأحرمه فنعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آمنت كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحقرون وتأكلون التراب أكلا لهما وتحبون المال حبا زبا كلا إذا دكت المذكى ذكا وجاء ربك الملك شفا وشفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني كنت أمضي بحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوقف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من
بتشرينا مبينا حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو سورة مطهرة فيها كتب قيمة ومتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضي عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يوم الدين حتى تغفر وأجعل نفسه قالها يوم الدين يسكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فأوريت قدرا فأوريت سبحا فأسرنا في نقعا فأسرنا في جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد فإنه يحب الخير الشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فحسن ما في السجور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهد المنفوس فأما من ثقلت موازينه وفي عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية فما أدراك ما هي نار خافية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألا كنت تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تعلمون عما يكين وترون ما جهل ثم لترون عما يكين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أحده كلا ليبدن بالخدمة لما أدراك ما الخدمة نار الله المقدرة التي تطلع على النبيذة إنا عليهم لصدد في عمدهم ممددا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل بيته في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجين فجعلهم كعقل مكفول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قريش إلا في رحة الشتاء والصيف فلنعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي قد بالدين فذلك الذي يدعى اليتيم ويحض عن الدعاء المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون أو يمنعون الماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بالنبيين من الفجاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
الرب ما هو عنهم عنه وما تسعد فاسرنا من ذات لكم أبادوها ما مصاب فيه ديها حبل من مسعد نارنا من الله النار أسوى الرحمن الرحيم قل من الله أحد الله السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل من الله أحد الله السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل من الله أحد الله السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاغْفِرْ
الأم. Gracias.